السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لكل من تيشوف هذا الفيديو. تنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وتكون أموركم في أحسن الأحوال يا ربي. معكم صاحبتكم أختكم ربيعة في فيديو جديد. هذا الفيديو اللي غادي يكون على الزواج بالنسبة للبنات اللي متعسر عليهم أمور الزواج. فالوصفة اللي غنزل لكم اليوم هي تفوسيخة لتسهيل أمر الزواج، وبالنسبة للبنات اللي عندهم العكوسات والنحوسات والأصحار كيف ما كان نوعها، فهي تتزول نهائيا وتتيسر أمر الزواج بإذن الله وبمكونات اللي متوفرة عند أي واحد. فشنو تنحتاجو لهذه الوصفة؟ فالوصفة البنات راها سهلة بزاف بزاف ومجربة، وشحال من بنت تزوجت بها وسهل عليها الله فقط بهاد الوصفة أو هاد التفوسيخة. وتنحتاجوا لها المكونات بسيطة، والحاجة اللي ما متوفراش عندكم راها غتلقاوها عند العشاب، ما كاينش شي حاجة اللي صعيبة بزاف. فبلا ما نطول عليكم، تنحتاجوا لهاد الوصفة. تحتاجوا مسكة، المسكة العادية اللي كلشي تعرفها اللي تنمضغوها، وتنحتاجوا التراب 3 البيبان ديال العدولات. العدولات راه كلشي تعرفهم، هذاك المكتب ديالهم. تحتاجوا 3 البيبان منهم شوية ديال التراب، وتحتاجوا الببوشة خاوية، وتحتاجوا 7 وريقات ديال الحنة، وشوية ديال المسكة الحرة، وشوية ديال النصر. غير واحد الكمية بسيطة اللي غتحتاجوها. ندوزو دابا للطريقة. الطريقة البنات راها ساهلة حتى هي، غير ما تعكزوش، غير ما تعكزوش البنات، وطبقوا هاد الوصفة بالنسبة للبنات اللي متعسر عليهم أمر الزواج باش يسهل عليهم الله. تنتمنى أنكم تطبقوها، تحيدوا عليكم العجز وتطبقوها. فشنو تنديرو؟ تتاخدي واحد المسكة وتتمضغيها مزيان مزيان واحد ربع ساعة وانتي تتمضغي فيها، ومن بعد تتمشي قدام العدول الأول، تمشي للمكتب العدول، تمشي للمكتب الأول وتمسحي بها التراب اللي قدام العتبة بلا ما يحس بك. ديري بحال طاحت لك شي حاجه ولا هذا، وتاخدي ديك المسكه وتمسحي بها قدام العتبه مباشره، شويه ديال التراب تمسحيه في ديك المسكه، وتمشي عاود عند العدول الثاني وتولي نفس المسكه تمسحيها عاود عند العدول الثاني في شويه ديال التراب، وتمشي لعند المكتب ديال العدول الثالث وديري نفس الشيء، تحناي وتمسحي هذاك التراب اللي قدامه. بعد ما تنفندوا البنات هذيك المسكه في التراب عند 3 العدولات، تجيبي ببوشه خاويه وتتعمريها بهاد المكونات، تديري فيها هذيك المسكه اللي فنتيها في التراب، تديريها في الببوشه، وتولي ديري عليها 7 الوراق ديال الحنة. انتم حاولوا تكون الببوشة شوية كبيرة باش تهز لكم المكونات. تنديروا المسكة، تنديروا 7 الوراق ديال الحنة، وتديري شوية ديال النصر، اي واحد الطريف ديال النصر تدخليه حتى هو، وشوية المسكة الحرة حتى هي تدخليها في الببوشة، وصافي. وتسدي الببوشه بشويه ديال الفاسوخ اللي كان عندك، الفاسوخ كحل ولا ابيض اللي عندك، كتسدي به هذيك الفم ديال هذيك الببوشه صافي، وتتبخري بها وبالصحه والراحه. التفوسيخه واعره واعره بزاف بزاف هاد التفوسيخه هذه. بالنسبه للتوقيت ديال البخوره البنات، تبخروا بها من الاحسن قبل العصر، تكون قبل الاذان ديال العصر. وهذا ما كان في هذا الفيديو، هذه هي وصفه ديال اليوم. تنتمنى انها تكون عجباتكم
وطبقوها بالنسبة للبنات اللي تعانيو من تعثر في الزواج. وهذا ما كان، وبسلام عليكم إلى الفيديو المقبل إن شاء الله.